السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، لا ننسوا خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم حبينا نرجع فقط الناس اللي تهضر تقول باللي راك دخلت في الصف نتاع بالماضي وراك راك تضرب الشده بالماضي وساكت على قضيه استدعاء حساني وعبد اللهوي وشتي وكذا وقضيه غلام. مش نكونوا صراحه، جمال بالماضي دار قائمه الاولى للمنتخب الوطني راح بها كاس افريقيا، عفيها عدلان قدير وفاء اسلام سليماني، الناس كل طاحت عليه سواء الصحافه الشعب كله قال لك رايحين نروحوا من الدور الاول ونروحوا بفضيحه. جاب كاس افريقيا، تقدرش تنتقد بالماضي ما دام جاب كاس افريقيا. جاب لا ليسا ضعيفه مش ضعيفه، لاعبين مش يلعبوا ولا يلعبوا، جاب كاس افريقيا. حاجه واحده صح، هذه معقوله باش تقارن غلام بلاعبين البطوله الكرتونيه بطوله واد كنيسه اللي ما كانش منها. غلام برجل واحده يساوي لاعبين البطوله الوطنيه كامل، ما يتجملوش في رجل واحده تاع غلام. كم مستوى نحكو كم مستوى باش تقارن الدوري الايطالي؟ ما عندكش مقارنه يا اخي بالدوريات الخليجيه ولا بالجزائر، ما عندكش مقارنه خلاص. اذا خوتي امور واضحه، المسؤول الاول والاخير هو جمال بالماضي. اي انتكاسه لا قدر الله، اي انتكاسه ولا خساره هو اللي يتحمل المسؤوليه، ويتحمل المسؤوليه على اللاعبين اللي جابهم ولا على الاختيارات نتاعو. هو المسؤول الاول ولا هو المسؤول رقم واحد، هو المسؤول رقم واحد. صحيح باش قلت ونعاودها، غلام ما كانت غلام لا غبار عليها. غلام يبقى من احسن الاظهره في اوروبا وفي افريقيا. غلام مشكلة نتاعو ماهيش بالماضي، مشكلة نتاعو مع الاتحادية، كلام واضح وقلتها العديد من المرات. غلام تروح للاتحادية يرجع ما عندوش مشكلة، ولا كاينة أمور لازمها تصرى باش يجي غلام، لازم يكون صلح ولا لازم يكون اعتذار من الاتحادية باش يرجع غلام، لأن غلام قاسوه وقاسوه في عديد من المرات، وشكوا حتى في الوطنية نتاعو، وظلموه ظلم وحقروه باش يجيبوا اللاعبين نتاعهم. اذا غلام قضيه واضحه، اتحاديه هي السبب، نقطه ورجع اسطر. موضوعنا اليوم خوتي، كي كنا نهضروا الايامات اللي فاتت ونهضروا اكثر من شهر رواش، كنا نقولوا باللي اسلام سليماني راهو راجع بقوه، كانت الناس تضحك، كانت الناس تقول لنا انتم راكم تخرطوا، اسلام سليماني وين نيفو عنده، اسلام سليماني مزهر، اسلام سليماني يكون صبنا رجليه في راسه وراسه في رجليه، اسلام سليماني لاعب محظوظ. الحمد لله قلنا نهضروا مقابله ورا مقابله باللي اسلام سليماني لاعب كبير، اسلام سليماني عنده التمريرات عنده الاهداف، رجع اسلام سليماني نعرفوه. كانت الناس تهاجم، الناس تضحك، الناس تستهزئ، وكانوا يقولوا لنا اسلام سليماني واش دار؟ واش دار في المنتخب الوطني؟ انا نلخص لكم اسلام سليماني في نقطة واحدة برك، ما نحكيش على مقابلة كامل اللي دارها، نحكي على مقابلة واحدة، مقابلة واحدة. شكون اللي خرج 40 مليون جزائري في مونديال ريو دي جانيرو، مونديال البرازيل؟ شكون اللي خرجهم 40 مليون جزائري خرجوا يحتفلوا بتأهل التاريخي، التأهل التاريخي للجزائر، لأول مرة الجزائر تتأهل الدور الثاني لكأس العالم. شكون اللي خرجها من برا وشكون اللي سجل لها هدف التعادل؟ اسلام سليماني الهدف ما سجلوش ضد طنزانيا ولا كينيا ولا ولا الشحانيه ولا ام صلال ولا الغرافه ولا الوكره، سجلوا ضد روسيا. ما نحكيش على البطولات، ما نحكيش على الهدف نتاعو ضد ليفربول، ما نحكيش نحكي غير مع المنتخب الوطني. تكفي اسلام سليماني هذا رد على المشككين كامل، وعلى اللي يقولوا باللي الخليج اقوى من اوروبا. نعم كاين ناس تامن بالغوله وتامن بالخدع والترافيك، كاين الناس اللي غالب عليها تبع في الصحافه وفي مواقع هذه التواصل تاع المشريين وجماعه الكاسكروت، تبع برك الله غالب عليهم. اللي وصل بهم الامر انهم يقارنوا الخليج باوروبا، قال لك الخليج مستوى عالي على اوروبا. إذا عاد الخليج مستوى عالي على أوروبا، ومشينا في الطرح نتاعكم، البطولة الإسبانية نحبسوها، لا ليغا واش نديروا بها؟ نروحوا نشوفوا الخليج، لا ليغا يحبسوها. الكالشيو الإيطالي، جنة إيطاليا، جنة أوروبا كما يقولوا كرة القدم، يحبسوه، ليش؟
الدوري الانجليزي البريمير ليج يحبسوه خليش خير، الدوري الفرنسي لا ليغ 1 يحبسوه خليش خير، البوندس ليغا الالمانيه يحبسوها خليش خير، وخلي البطولات البرتغاليه والبلجيكيه واليونانيه هذيك يحبسوا خلاص. اش بك خالي نقول عالي. وميسي، ميسي وكريستيانو رونالدو علاش يروحوا يلعبوا في يبقاو في اسبانيا، يروحوا يلعبوا في الخليج. والناس شوفوني يستغبيو في الناس، شوفوا نوصل لمستوى بعض الصفحات الالكترونيه وبعض الصحافه نفس الكل قال لك بالماضي يعتمد على اللاعبين تاع الخليج لانهم باش يتاقلموا على كاس العالم. لا احنا تاهلنا كاس العالم، لعبنا مقابله تصفيه كاس العالم، احنا مازال ما درنا والو، مازال ما درنا تصفيه كاس العالم ما درناش فيها. هذه الاولى. ثاني حاجه بالماضي يعتمد على لاعبين الخليج باش يتاقلموا على كاس العالم صح، وميسي كيفاه يدير تسمى ما يشاركش الارجنتين ما يشاركش كاس العالم ما تاقلموش مع الخليج، البرتغال ما تاقلمش، فرنسا كيف كيف، المانيا كيف كيف بطل العالم قداش المره، البرازيل كيف كيف. لا لازم نجوم السامبا ونجوم اسبانيا ونجوم الطانغو الارجنتيني ونجوم البرتغال منهم الدون كريستيانو لازمهم يروحوا يحترفوا في الخليج باش يتاقلموا، باش يتاقلموا على المناخ والطقس، باش يدوا باش يديروا حاجه في كاس العالم. كون ما يروحوش يتاقلموا يروحوا يلعبوا في مع الغرافه ولا مع الوكره ولا مع ام صلال ولا مع السد، ولا يروحوا للسعوديه يلعبوا مع الاهلي ولا يلعبوا مع الرائد ولا مع يلعبوا مانيش عارف انا مع من ولا مع خريطيات باش يوالفوا. كون ما يلعبوش في الخليج رونالدو وميسي والاخر واسمه دي ماريا ومبابي لازم يلعب في الخليج يحترف في النوادي العالميه هذه سميتها انا الغرافة والوكرة وأم السد وأم صلار والشحانية هذه النوادي العالمية واسمه والأهلي السعودي والرائد السعودي هذه النوادي العالمية لازم يحترفوا فيها النجوم هذ نتاع العالميين باش كي يحترفوا فيها من النجوم هذ العالميين يعني عندهم القابلية ويعدوا موجدين رواح من كأس العالم. شفتوا الذكاء، شفتوا الذكاء تاع الصحافة نتاعنا، شفتوا الصفحات المشرية ها، شفتوا ساعات الغباء وين يوصل، الغباء الفاحش شفتوا وين يوصل، انك تجيب ميسي ورونالدو مع لازم تلعب في الخليج باش يبقى عندك المستوى، شفتوا الغباء الفاحش هذا يقول له غباء فاحش. الناس طلع في المستوى، احنا لا، هبط 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 زيد هبط، شبيك هذا قد ما تهبط في النيفو راك وليت عالمي، بصح كي تلعب في اوروبا مستوى ضعيف. لا ليغا الفرنسية، لا ليغ ان الفرنسية ضعيفة، لا ليغا الاسبانية ضعيفة، الدوري الانجليزي بريمير ليغ ضعيف. هذا واش قالوا لنا، هاو قال لك كيما قول كيما هكا سينو راك ماكش مليح، كي تهدر الحق وتقول باللي اللاعبين تاعنا في الخليج راهم يضيعوا في الوقت نتاعهم ويكسروا في الكاريير نتاعهم، انت كعدو للجزائر وعدو الكرة الجزائرية، وكي تهدر الحقيقة ماكش مليح، بصح كي تقول باللي الخليج أحسن من أوروبا واللاعبين تاعنا في الخليج راهم دايرين كاس افريقيا في المستوى معليش. اذا عادوا اللاعبين البطوله الجزائريه اللي راحوا احترفوا في الخليج، وراني دوك نجي نهضر على ابراهيمي وعلى هني باش ما نخرجوش على الموضوع، اعطوه كل حاجه حقها. اللاعبين البطوله الجزائريه اللي احترفوا في الخليج ما همش عندهم 35 ولا 36 سنه، راحوا احترفوا 26 27 بوجاح خرج صغير راح للخليج راح السد القطري صغير صح. لو نروحوا للجهه المقابله ابراهيمي وهني ما نحكيش على غاديورا، غاديورا تقدر تقولوا في نهايه الكارير تاعو احسن حاجه دارها غاديورا هو احترف في قطر، احسن حاجه نهايه المسيره. ابراهيمي لعب في المستوى العالي ولا ما لعبش؟ لعب في بورتو ولا ما لعبش؟ لعب في غرناطه ولا ما لعبش؟ لعب في اسمها ران ولا ما لعبش؟ احتك بالمستوى العالي. ابراهيمي ثاني احسن لاعب في الدوري البرتغالي. ابراهيمي يعتبر الثاني جزائري وثاني جزائري اللي سجل ضد البرسا بعد رابح ماجر. وثاني عربي. ها؟ ولا هذه ما عادي.
راهم على الاقل شاف المستوى العالي، بصح كاين ناس ما لعبوش المستوى العالي خلاص، ما يعرفوش ما يعرفوش، ما عندهمش علاقه بالمستوى العالي، ومن بعد يقول لك اه هذوما لاعبين عالميين. وين العالميين اللي وصلوا لها؟ وين العالميه اللي وصلوا لها؟ وين العالميه اللي وصلوا لها؟ لاعب لعب مقابله دار مشكله وخرج وهاو تعاقب عليها. كي كنا نهضروا روح يا بلادي لاوروبا، روح خيلك كانت الناس تضحك علينا. نعطيك معلومه، هذه معلومه من مصادر السعوديه ومن الصحافه السعوديه. بلايلي نادم نادم شديد وباغي يرجع في مرحله الميركاتو الشتوي للترجي التونسي. معلومه هذه جبتها من الصحافه السعوديه، اللي يحب يطلع يطلع، ما عندنا حتى مشكل. يحب يشكك في معلوماتنا ولا يشكك في الهضره نتاعنا، ها عنده الانترنت ويبحث في الصحافه السعوديه يعرف الخبر. بلايلي نادم نادم شديد نادم شديد. نرجع لموضوعنا اخوتي، ما يهمناش، احنا قلنا الحقيقه والناس ما تشبهش الحقيقه، الله يسهل لكل واحد. اسلام سليماني مثال حي، لاعب جزائري محلي المحترف في العقليه وفي الذهنيه، اللي لعب في اوروبا ولعب في مستويات عاليه، لعب في الدوري الانجليزي، لعب في الدوري البرتغالي، لعب في تركيا مرحله صعيبه، والان يلعب في الدوري الفرنسي احسن لاعب لشهر سبتمبر. برافو لاسلام سليماني، برافو للعمل والمثابره، وبرافو للاعب الشجاع اللي ما حبش المال وفضل المشوار الرياضي نتاعو يكملوا في مستوى عالي، فضل الجانب الرياضي على المال، وهذه هي النتيجه. والحديث بقيه في الاخير خوتي، ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.